مين عم يتصل بهالوقت؟ ألو؟ ألو، أهلين ديشا. راقي أنا بحاجتك. ديشا أنتي؟ ألو؟ ألو ديشا؟ ليش عم تبكي؟ شو صاير؟ خبريني أنتي منيحة؟ اسمعي شو، تعالي لعندي. بدك إجي لعندك وأخذك؟ براقي أنا. ديشا قليلي، شوفي شو هي القصة. وينك ديشا؟ فيك تيجي لعندي على البيت؟ تعالي منقعد ومنحكي مع بعض. أنتي بس روقي. روقي أنتي هلأ، أهدي وكل شي رح يكون منيح. هلأ رح ورجيها. ألو؟ خانقة فوراً، حتى لو ما خلت لك مجال تحكي بس لا تستسلم. أنت خانقة، وإذا قلت لك شي لئيم بترد عليها بكلام ألقم منه وبترد بحزم كمان. يلا بس يلا. لسه ما ردت. لك ليش عم تقول ألو؟ ما بعرف، فكرت ردت علي. انسى الموضوع خلص، بتكون نايمة يمكن. أنت لازم تحل المشكلة هلأ ولا رح بتزيد. يعني كيف بدك ياني اتخانق معه وهي نايمة؟ اتصل فيها. ماشي، الاتصال هلأ بفيقة. معك حق، بس ليك اسمع، يمكن إذا عرفت أني متصل مشان خانقة رح تسكر الموبايل بوشي. أنت ما عندك ولا فكرة تانية؟ خليني فكر. فيها وجهة نظر. فكرة فكرة فكرة، عندي فكرة. اسمع، اتصل فيها وخليها تحس أنك متصل مشان تمدحها، وبس تبلش تسمع حكيك هي وتحكي معك، ساعتها بتحكي كل شي عندك وبتبهدلها. رامبير، ما عم يخطر شي ببالي. عن شو بدك يعني احكي لها؟ بشو بدي امدحها انا؟ انت عن جد جبان كتير، لازم تفكر قبل ما تنوي على الانتقام. عندي فكرة، راح اكتب لك كم شغلة على ورقة تحفظهن وبعدين بتقلي ياهن مثل ما هني بالضبط. حلو حلو، اوعك تخلي غضبك يهدى، لا تسمح لبنت انه تهينك ابدا، لا تنسى انك رفيقي. ماشي، روح جيب ورقة لقلك وراح اكتب لك بهدلة غير شكل، بهدلة ما بتنساها بحياتها. رح اجيب لك ورقة وقلم. تفضل هات اكتب. شكرا. عود لقلك، عود. ماشي، هلا اكتب شو حاسس. ماشي، عبر عن غضبك، اكتب كل شي جواتك. يلا انتي بتعرفي انه الواحد ما بيقدر ينسى حبه القديم، يمكن يقدر يخبي مشاعره. براب عنده مشاعر لإلي وما رح يطلع بإيدك تعملي شي بهذا الموضوع بالذات، فهمتي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.